حديثي أكثر مشاهدينا عن هذا الأداء. ينضم إلينا مباشرة من القاهرة السيد محمد سعيد، مدير البحوث بشركة اي دي تي للاستشارات والنظم. سيد محمد، مرحبا بك، صباح الخير. أهلا، صباح الخير أستاذ مراد. مرحبا سيد محمد. هل يمكن وصف ما يحصل في السوق المصرية اليوم بجني الأرباح، هل يمكننا وضعه ضمن خانة جني الأرباح بعد الارتفاعات القوية في السوق في الجلسات الماضية؟ يعني السوق مع استمراره في الصعود لمدة شهرين ونص تقريبا من أواخر شهر يونيو، يعني طبيعي أنه هو ممكن يشهد بعض التباطؤ. السوق المصري ارتفع من مستوى 4027 نقطة لغاية مستويات امبارح اللي هي كانت عند 5750 تقريبا. في الفترة الأخيرة السوق المصري حقق كل مستهدفاته الفنية اللي احنا كنا شايفينها على المدى القصير والمدى المتوسط بشكل سريع، وما كانش عنده أي فرصة لانه يعني يلتقط الانفاس. امبارح ايضا كمان السوق المصري شهد عوده احجام التداول لفوق مليار جنيه لاول مره من شهور من وقت الطلعه اللي حصلت مع الانتخابات البرلمانيه. السوق المصري امبارح حقق اعلى مستوى ليه منذ قيام ثوره يناير، مستوى 5750 ده ما اتحققش من ايام النظام السابق. فده يعني كلها يعني حاجات مبشرة، ولكن يعني ممكن السوق في المدى القصير ممكن يكون وصل لمرحلة من الريسك أصبحت عالية شوية. الاستثمار على المدى القصير بس، على المدى القصير بس هو اللي أصبح عالي المخاطرة جدا، خاصة إن احنا شفنا الطفرة اللي احنا متعودين عليها لأسهم المضاربات العنيفة بدأت تظهر في أسهم تضاعفت أسعارها 3 أضعاف. يعني احنا شايفين إن المدى القصير هو بس اللي محتاج نوع من التوقف لالتقاط الانفاس. انا عايز بس اشير ان المليار جنيه ده الرقم اللي احنا متعودين ان السوق عنده بيعمل القمم الفرعيه بتاعته، القمم متوسطه الاجل بتاعته، وده حصل وقت الانتخابات البرلمانيه، ده حصل في الربع الاخير من سنه 2011. متعودين ان القمم الرئيسيه بتاعت السوق بتتعمل باحجام تداول حوالين 2 مليار جنيه، لكن عموما تحسن احجام التداول احد الحاجات الايجابيه واللي بتخلينا نبقى على الرغم من دخول السوق في هذه الحركة إلى حد ما اللي ممكن يبقى فيها نوع من التباطؤ، يعني ممكن يبقى سلبي شوية، ولكن المدى الطويل الأجل والمتوسط إن شاء الله السوق عنده مستهدفات وعنده اتجاه صاعد أقوى من كده بكتير. طيب، ما هي النقاط التي يمكن أن يختبرها السوق المصري في الفترة القادمة؟ الفترة الأخيرة دي كانت شهدت تقارب شديد في مستويات المقاومة والمستويات المستهدفة. السوق كان عنده مستويات عند 5600، عند 5645، ثم 5750. هو صعد فوق النقط ديت وأصبحت هذه النقاط مستويات الدعم. فأول دعم عندنا هو للسوق عند مستوى 5600 نقطة، الدعم اللي بعده عند 5450، والدعم اللي بعد كده طبعا 5120. إذا لم يحدث اتساع لنطاق الاحتجاجات اللي موجودة دلوقتي عند السفارة الأمريكية واللي شفنا فيها عودة مرة تانية للمواجهات بين المحتجين وبين الشرطة على أثر طبعا يعني أقل من أن احنا نصفه بالفيلم المسيء لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تتسع نطاق هذه المواجهات هيبقى السوق عنده فرصة أنه يتماسك عند مستويات الدعم اللي ذكرناها، وأولها طبعا 5600 اللي هو لسه مازال فوقه في تداولات النهارده. طيب في هذه النقطة، سيد محمد، هل يمكن ربط تراجعات اليوم في السوق المصرية بهذه الأحداث وبهذه التوترات التي يمكن وصفها بتوترات في الشارع المصري، أم أن الحركة فنية بحتة اليوم بعد بلوغ هذه المستويات أو المستهدفات السعرية التي كنت أشرت إليها؟ يعني هي طبعا الحركه فنيه بالاساس، او يعني حركه تداول في الاساس. احنا عمرنا طبعا ما بنرجع صعود السوق لاسباب ليها علاقه بالتحليل الفني، التحليل الفني بيرصد حركه السعر مش بيسببها. يعني طبعا حركه التداول هي اللي مؤديه لهذا التراجع، لكنها تواكبت مع هذا التوتر مره ثانيه في الشارع، وعشان كده ده يعني بنربط بينهم هما الاثنين. لكن الاساس طبعا في الاول وفي الاخر ان الترند اصبح كان ممتد بشكل زياده
عن اللزوم. امبارح طبعا كان في حاجه كمان ظاهره اول مره نشوفها، ان احتجاجات امتدت لافراد من القوات المسلحه، ودي حاجه الحقيقه على مدار عشرات السنين لم تكن مسبوقه. الاحتجاجات الفئويه دي، ودي حاجه برضو من الحاجات المؤثره على الاقتصاد المصري بشكل كبير، الاحتجاجات الفئويه دي اللي ليها علاقه بالمرتبات ويعني تحسين الوضع لفئات بعينها بتنعكس على ارتفاع عجز الموازنه. واحنا شفنا عجز الموازنه في الموازنه الاخيره ارتفع لما يزيد عن 170 مليار جنيه، بتؤدي لارتفاع عجز الموازنه، وبتؤدي ايضا يعني في الاغلب يعني ارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي ازدياد احتمالات انخفاض قيمه العمله المصريه بشكل كبير. بما يعني في الاخر هيبقى كل المكاسب اللي بتاخدها هذه الفئات هتبقى ملهاش قيمه مع انخفاض قيمه العمله مره ثانيه يعني. نعم. سيد محمد سعيد مدير بحوث بشركه اي دي تي للاستشارات والنظم، تحدث الينا مباشره من القاهره، سعدنا جدا بوجودك معنا واطراح حلقتنا لهذا اليوم، اتمنى لك نهايه اسبوع موفق.